السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أصدقاء؟ يا رب تكونوا بخير وبسلامة. في موضوع كنت لازم أعرفكم به الأول، لأول مرة أخد إنذار في القناة، وده بسبب تخليص المتكرر لوان بيس، عشان كده عملت قناة احتياطية وهحط الرابط بتاعها في الوصف تحت. تاني شيء وده الأمر المهم، إن مشاهدات القناة قلت جامد جدا جدا، معرفش إيه السبب، لكن مش ده اللي أنا متعوده منكم، فأرجو إنكم تشيروا الفيديو عشان تشوفوا كل الناس، وما تنساش الاشتراك واللايك وإنكم صلى على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا. واخيرا لوتش واللي معاه بيوصلوا لسجن الانيس لوبي، وبنشوف المكان وهو جميل جدا. بعدها بنشوف الطاقم وكلهم بيستعدوا وخلاص قربوا من السجن، وبنشوف اسفاندام قاعد ومعاه باقي اعضاء السي بي نايت وعمال يتكلم عن انجازاته العظيمه. بنشوف باولي وهو قاعد مع لوفي والباقيين، وبيعرفهم ان في 3 بوابات في الانيس لوبي، ودول اللي بيحموا القاعده الاخيره للاشخاص المهمين. وبعد القاعده الاخيره دي في بوابه كبيره جدا اسمها بوابه العداله، ودي بتكون الطريق للقاعده الاكبر على الاطلاق لكل البحرية. ولو عدت روبين وفرانكي من هناك فمش هنعرف نرجعها تاني، واننا لازم اول ما نخش الانيس لوبي لازم نركز بس على اننا نلحق روبين وفرانكي باي وسيله. بيقولوا رجاله فرانكي لوفي ان هم لازم يوفروا طاقتهم بما انهم هم اللي هيحاربوا لوتشي ورجالته، وانهم هم اللي هيهجموا على البوابه الاولى، وكلهم طبعا بيوافقوا على الخطه وبيستعدوا. بعدها بشويه بيبص حواليهم لكن ما بيلاقوش لوفي، وبنشوف لوفي هو طار من فوق القطر وراح سجن الانيس لوبي لوحده، لكن بيشوفوه رجاله البحريه وبيضربوا عليه نار. لكن لوفي بيقدر يهرب منهم بكل سهوله، وبيبدا يهاجم عليهم الواحد ورا الثاني وبيهزم فيهم. وفي اليمه الثانيه بنشوف روبين وهي خلاص قربت تخش على اخر قاعده للبحريه، واثناء كده بنشوف اخوات فرانكي بيهاجموا هم كمان وبيدخلوا السجن، وزورو والباقيين راكبين على القطر وبيشوفوا سكه يخش بيها هم كمان. ولوفي نازل في الجنود ضرب وقدر انه يعدي من اول بوابه منه، وبيعرف اسبان ده ان لوفي اقتحم المكان وبيكون منزعج جدا من كل اللي بيحصل. بنشوف باولي ورجاله فرانكي وهم نازلين في الجنود ضرب وخلاص فتحوا اول بوابه ودخلوا منها، واول ما بيقربوا عند البوابه الثانيه فجاه بيظهر لهم 2 من العمالقه قدامهم، وهم دول اللي بيحرسوا البوابه الثانيه. بيهاجموا اخوات فرانك عليهم لكن الاثنين العمالقه بيضربوهم كلهم، وبنشوف لوفي وهو لسه نازل ضرب في الجنود وبيهزم عدد كبير منهم. وبنشوف لوتشي وصل خلاص لاخر قاعده وبيسلم تقاريره لسبان ده، وبنشوف باولي وصل عند اخوات فرانك هو كمان وقدر يربط الاثنين العمالقه وبيهزموهم كلهم، وبيفتحوا ثاني بوابه في الانيس لوبي وبيخشوا منها. على الجانب التاني بيقتحم زورو السجن، وبيطير من فوق البوابه الاولى وبيخش السجن هم كمان. بتشوف باولي وهو واقف فجاه ويجي شخص وبيضربه في كتفه، ودول بتكون مجموعه حراسه البوابه الثانيه مع العمالقه، وهم واقفين بيلاقوا زورو والقطر بينزل وسطيهم، وبينزل زورو والسانجي وبيضربوهم كلهم، ولوفي هو كمان نازل ضرب فيهم من اليمه الثانيه، ونامي بتعمل سحابه رعديه وبتضرب في جنود البحريه هي كمان، وبيقدروا يهزموهم كلهم. وبعدها بنشوف اسباندام وهو عمال يضرب في روبين، بتقول له روبين ان لوتشي وعدها انه مش هيأذي حد من الطاقم قبعه الكاش. بيقول لها اسفاندام ان فعلا لوتشي نفذ وعده ليكي وما اذاش حد في مدينه الووتر 7، لكن هم بنفسهم جم على سجن الانيس لوبي وده شيء خارج الاتفاق بتاعهم. بعدها بيأمر رجالته انهم يحبسوا روبين في السجن، وبيروحوا عملاء السي بي نايت عشان يستريحوا شويه. بعدها بنشوف ان لوفي قدر يوصل لاخر بوابه وبيقف عليها، وهو واقف فجاه بيخرج له واحد من السي بي نايت اللي اسمه بلونو، وبيقف هو ولوفي في مواجهه بعض. بنشوف اوسب وهو واقف مع واحد من العمالقه وبيسال اوسب ليه بتعيط، بيقول من زمان جدا كانوا قراصنة وكان في 2 قبطانين على السفينة بتاعتهم واللي اسمهم دوري وبروجي اللي شفناهم في ارك الاباستا اللي فات، لكن حصل خلاف بين القبطانين على مين اصطاد اكتر من التاني، وقرروا انهم يفضلوا في الجزيرة دي ويتحاربوا لحد ما حد ينتصر فيهم. سبب تافه قوي بصراحة. وبعدها عدى 50 سنة لكن برضه ما حدش جه منهم، وهو وصديقه كاشي طلعوا للبحر عشان يدوروا عليه، لكن وهم ماشيين في البحر البحرية قبضت عليهم وقالت لهم ان القبطانين بتاعتهم محبوسين عندهم، وقال لهم كمان لو فضلتوا اشتغلوا عندنا 100 سنة هنحرر القبطانين بتاعكم. لكن بسرعة اوسب بيعرفوا ان دوري وبروجي لسه عايشين والقتال بتاعهم لسه مستمر، وبيقلد اصواتهم اللي سمعهم منهم قبل كده وبيصدقوا اوسب. بعدها بنشوف سانجي واخوات فرانكي وهم ماشيين بالاحصنة بتاعتهم، ولكن في حصان بيتصاب منهم جامد وبيقع على الارض وما بيقدرش يكمل معاهم، لكن هم بيضطروا يكملوا ويسيبوه وراهم. بنشوف لوفي وهو بيهاجم على بلونو وبيقدر يضربه، وبنشوف ان قوة لوفي ازدادت شوية، وحتى بلونو متفاجئ
من هجماته انها قدرت تأثر فيه وبيقدر يضربه ضربة قوية بتوقعه على الارض. بعدها بنشوف الحصان اللي راكب عليه زورو وفي شخص عملاق بيجي وبيضربه وبيوقعه على الارض كمان. بنشوف باولي وهو خلاص مش قادر يحارب تاني لحد ما فجأة بيظهر الاتنين العمالقة من وراهم وبيضربوا رجالة البحرية كلهم معاه وبيكون معاه اوسب كمان. بنشوف عملاء السي بي نايت وزبان دام جايب لهم اتنين من فواكه الشيطان عشان ياكلوها ويكونوا اقوى من كده ودي زي مكافأة ليهم يعني على مهمتهم دي. وبيقول واحد منهم ان اي حد بياكل فاكهة شيطان بيكتسب قدرة وقوة جامدة جدا واي حد بيفكر ياكل اتنين من فواكه الشيطان الشيطان الاول بيخرج عن السيطرة وبيدمر الجسم من الداخل وبيقتله على طول. نرجع بقى لوفي وبنشوف بلونو هو بيهاجم على لوفي بهجمات قوية جدا ولوفي بيحاول يتفادى كل هجماته وفجأة بيختفي وبيسحب لوفي من رجليه وبيلزقه في الارض وبيرجع يظهر من قدامه تاني وبيفتح باب في وش لوفي وبيهاجم عليه تاني. بيشوفوه سانجي وزورو من تحت وبيعرفوا ان لوفي بدأ يحارب السي بي نايت. بعدها بيفوق الحصان تاني وبياخدهم وهو متصاب لحد ما بيوصلهم للباب اللي هيطلعوا منه للسي بي نايت. بنشوف زباندام وهو معاه حلزون اتصال لنداء الدمار وبيقول ان بضغطة زرار واحدة بس هيجوا ويدمروا الجزيرة كلها. وبنشوف زورو وهو بيدمر الباب وبيخش منه وخلاص فاضل لهم بوابة واحدة ويوصلوا لروبين. نرجع للوفي اللي قدر اخيرا يقفل وشه تاني ويرجع تاني لشكله الاصلي. بيطير بلونه في الجو وبيكون سريع جدا لكن لوفي بيقف وبيركز وبيبدا يعرف ضرباته هتيجي منين. وبنشوف ان لوفي بدا يجاري سرعه بلونه لكن ما بيكونش كفايه انه يهزمه. بيقول لوفي انه من يوم ما اتهزم على ايد اوكيجي وهو اكتشف انه ضعيف وانه كمان اكتشف طريقه ليزيد بيها قوته. وفجاه بيقف لوفي وبنشوف ان جسمه بدا يحمر وبيطلع بخار منه. بنشوف زورو هو داخل قاعده المحكمه وعمال يضرب في الجنود اللي هناك وبيهزمهم كلهم وبيبدا يطلع للوفي. نرجع للوفي وهو بيهاجم على بلونو بتحوله الجديد ده وبيفضل يضرب فيه وبلونو مش قادر يعمل حاجه قصاد لوفي. وبنشوف لوفي انه بقى سريع جدا وبلونو مش قادر يشوفه لحد ما بلونو بيقرر انه يقف ويصد ضربته. ولوفي بيهاجم عليه بضربة قوية جدا بتخلي بلونو يفقد الوعي من شدة الضربة. بيقف لوفي بعدها وبيفضل ينادى على روبين وبيسمعوه روبين وفرانكي وزباندام وبيعرفوا ان قدر يوصل لهنا. بعدها بنشوف فرانكي وبنشوفه هو منفوخ وعامل زي البالونة وبيعرف جنود البحرية انه خلاص قرر انه يضحي بنفسه وهيقتلهم معاه. وجنود البحرية بيهربوا كلهم من جنبه وبيعمل حركة كده فهسيبها لكم احسن. بعدها بيقدر انه يحرر ايديه من الحديد اللي ماسكه ده وبيقفوا فوق وبتشوف روبين لوفي وفرانكي كمان. بيحضر نفسه لوفي عشان يطير عند روبين لكن روبين بتوقفه وبتقول له ايه اللي جابك هنا ومين قالك انك تيجي عشان تنقذني. بيقف لوفي والغضب مالي عينيه وبيسمع كلام روبين وبس لحد ما بيجوا عملاء السي بي نايت كلهم وبيضربوا فرانكي وبيقفوا كلهم قدام لوفي وفي وشه كمان. بنشوف زورو وهو عمال يقول ان كل اللي محتاجه يطلع لفوق بس وبنشوفه هو بيستخدم قوته وبيعمل فتحه في السقف وبيطلع منها هو وتشوبر ونامي. وبيوصل سانجي هو كمان للسطح وكمان اوسب بيطلع طاير هو كمان. وبيقف لوفي والطاقم كله قدام قوة الحكومة العالمية وكلهم جايين عشان ينقذوا روبين. بعد ما بيقف لوفي والطاقم لانقاذ روبين بيقول زبان دام انهم مش هيقدروا يحرروها وانه كمان معاه جهاز الاتصال تبع الاستدعاء الباستر كول واي حركه منهم طايشه هيستدعيه ويدمر الجزيره كلها. بتتخض روبين وبتقع على الارض وبتترجاه انه ما يعملش كده. بيقول لها اكيد انت فاكره اللي حصل معاكي وفي موطنك اللي اتدمر من زمان جدا في الماضي من 20 سنه في جزيره اسمها اوهارو. بنشوف روبين والاطفال بيغلسوا عليها لحد ما بتقوم وبتضربهم. وبنشوف روبين وهي مهتمه بالعلم والاثار القديمه وبتكون عايشه مع عمتها وبتكون مفتقده حنان الام والأب. وده بيخليها تمسح وتنظف في البيت كله. بتروح روبين عشان ترجع الكتاب اللي كانت بتقرأ فيه لشخص اسمه كلوفر لكن بتتفاجئ روبين انهم عاملين احتفال ليها بسبب انها نجحت في اختبار علماء الاثار. وبتكون روبين عندها حلم هي انها تقدر وتفك وتقرأ وتعرف الكلام اللي موجود على البونجليه في التاريخ وتعرف اسرار القرن الفارغ. لكن بيقول لها كلوفر ان الحلم ده لازم تتخلى عنه تماما لان الحكومة لو عرفت هتيجي هنا عشان تقتلك لانهم محرمين على اي حد يعرف اسرار القرن الفارغ اللي من 800 سنة فاتت. وبيعرفها ان بسبب كده ناس كتير اختفت من الجزيرة ومنها امها. وبنكتشف انه اهارو بس هم اللي يعرفوا يقرأوا نصوص البونجليف. بتطلع روبين وهي حزينة وبتقعد على البحر وبتلاقي شخص عملاق هناك وبيكون متصاب وبيكون هيموت من العطش. وبسرعة روبين بتاخده وتشربه وبتساعده واسم الشخص ده سولو. بعد كده بيبقى اصدقاء وبتفرح روبين لانها حصلت على اول صديق ليها. بعدها بيقول انه هيصنع سفينة وهيمشي من هنا. بنشوف ام روبين اللي اختفت من ايام رجعت تاني وبتحذرهم ان البحرية جاية في طريقهم عشان يدمروا الجزيرة دي لانهم اكتشفوا
ان فريق الاستكشاف اللي مشي من اوهارو من 6 سنين قدر انهم يفكوا شفرات البونجليف وعرفوا اسرار القرن الفارغ وامروا بقتلهم كلهم، وهي الوحيده اللي قدرت تنجو من هناك. وهم جايين هنا عشان يدمروا الجزيره كلها ليكون المعلومات اتسربت ولا حاجه، وانهم لازم يهربوا دلوقتي والا هيموتوا كلهم، لكن ما بيردوش عليها وبيقرروا انهم هيدافعوا عن الجزيره. عاش يا جماعه والله. لكن خلاص الحكومه وصلت وبتامر كل الناس يكشفوا عن نفسهم وانهم يتوجهوا للساحه الرئيسيه عشان يحققوا معاهم هناك، والناس اللي ملهاش علاقه بعلماء الاثار هينقلوهم على جزيره ثانيه. وبعد التحيات قدروا انهم يمسكوا فريق علماء الاثار، وانهم فعلا قدروا يفكوا شفره الرطب نجليف، وبيمسكوا ام روبين اللي قدرت تهرب منهم من شويه. بيامر كلوفر روبين انها تهرب من هنا بسرعه. بيقف كلوفر وبيكلم شخص من جروسكي وبيعرفه انه عرف اسرار البونجليف، وعرف كمان اسرار السلاح اللي يقدر يدمر العالم اللي انتم حاليا خايفين انه يرجع تاني. وعرف كمان ان من 800 سنه فاتت كان في قلعه اسمها القلعه المزدهره، وبشكل ما عرفت القلعه ان في دول عاوزه تدمرها ونقلت كل اسرارها على احجار البونجليف اللي محدش يقدر يدمرها خالص. وهو بيتكلم الجروسكي بيؤمر بقتله عشان محدش يسمع اكتر من كده. في الوقت ده بيتم استدعاء الباستر كور عشان يمحو الجزيره كلها، وفعلا بيبداوا يدمروا الجزيره كلها وبتولع المكتبه اللي فيها الاسرار كلها. بتشوف روبين امها والحكومه واخداها وبتاخدها في حضنها لاول مره. بيحضر بعدها العملاق سولو، وبنكتشف ان العملاق سولو ده كان شغال في البحريه وكان نائب ادميرال، ولما لقى الحكومه هدفها تقتل الناس بدون سبب خانهم وراح حرر اوليفا. بتطلب اوليفيا ام روبين من سولو انه ياخد روبين بعيد عن هنا ويطلعها بره الجزيره، وبتقول اوليفا لروبين ان هي هتسيبها دلوقتي عشان لسه في حاجات هتعملها عشان مستقبلها ومستقبل العالم. وبتعيط روبين وبتقول امها ليها ان هي مش هتفهم دلوقتي كلامها، بس لما تكبر هتفهم كل حاجه. بيحمي سولو روبين بجسمه وبيقول لها روحي للسفينه بتاعت الاغلاء واركبي معاهم، وفعلا روبين بتروح، بس الناس بيقول لها لا انت بنت عالمه الاثار اوليفا ومش بيرضوا يركبوها معاهم. بعدها بيظهر الادميرال اوكيجي وبيقول لسول ان اللي بيحصل ده مجزره وملهاش سبب. وهم بيتكلموا فجاه بتنزل قذيفه على سفينه الاغلاء اللي فيها سكان اوهارا وبيموتوا كلهم. حكومه العالم ما بقتش تفرق بين علماء الاثار وبين سكان عاديين. بيحاول سول ياخد روبين ويهرب، بس اوكيجي بيوقفه وبيجمده. بيقول سول لروبين قبل ما يموت انها تكمل وهي تروح عند القارب اللي كان صنعه لنفسه عشان تهرب عليه. بيقول لها ما تخافيش البحر كبير واكيد هتلاقي اصدقاء يحبوك ويقدروكي، ومع اخر كلماته بيخلص عليه اوكيجي وبيحوله لقطعه من الجليد. بتهرب روبين وهي بتعيط. بتجري روبين وبتلاقي اوكيجي قاعد هناك مستنيها، وبيقول لها ان هو هيسيبها تهرب عشان سولو اللي حاول يحميها بحياته، بس في المستقبل لو عملت حاجه غلط فالمره الجايه مش هيسيبها تهرب تاني. بتمشي روبين وهي شايفه الجزيره بتاعتها بتحترق قدام عينيها وامها بتموت قدامها. بعدها بتعرف البحريه بخبر نجاتها وبتحط مكافاه عاليه عليها عشان تمسكها وتكون بكده قتلت كل علماء الاثار اللي ممكن يكشفوا اسرار الماضي. بتعيش روبين بعدها وهي بيتم مطاردتها من الحكومه العالميه لمده 20 سنه. بنرجع للحاضر وبنشوف روبين وهي بتعيط وبتقول لوفي ان الباستر كول لو جه فهتخسرهم هي كمان زي ما حصل قبل كده. بتقول لهم ان هي ورطتهم في مشاكل كتير لحد دلوقتي وان كفايه كده، وهي محكوم عليها بالموت من صغرها وهم مالهمش ذنب. بيضحك سبندم وبيقول لوفي ان عالم البحريه ده هو رمز لاكثر من 170 دوله متحده ومش هيقدر يواجههم مهما كانت قوته. بيبص لوفي على العلم وبيطلب من اوسف ان يصوب عليه، وبالفعل اوسف بيصوب على العلم وبيضربه بكره نار وبيحرق العلم. لوفي بيعلن الحرب على اكتر من 170 دولة حول العالم وعلى قوات البحرية من اجل انقاذ روبين. بعدها بيطلب لوفي من روبين ان هي تقول ان هي عايزة تعيش وهو هينقذها مهما كان الثمن. بتعيط روبين وبتفكر في كلام سولو لما قال لها انها هتلاقي اصدقاء يحبوها ويحموها، وبتفتكر امها لما قالت لها عيش بفخر. بتقول روبين للوفي ايوه عايز اعيش. بيضحك لوفي وبيجهز للمعركه. بنشوف ان الجسر بتاع المحكمه اللي هيوصلهم لمقر السجن بينزل، بس فجاه بيقف تاني. بيقول سبندام ان هم مش هيقدروا يوصلوا لهنا، وبيقول ان هو هياخد روبين وفرانكي لبوابه العداله حالا. بس بيبص كده بيلاقي فرانكي واقف وماسك مخططات السلاح الاسطوري بلوتون اللي كان شايله جوه جسمه. بيقول له هي دي اللي كنت بتدور عليها طول الخمس سنين اللي فاتت. بيقول له فرانكي ان توم لما ادالهم المخططات دي كان خايف من ان شخص واحد بس هو اللي يقدر يرجع السلاح الاسطوري ده تاني، وهي روبين. بس حاليا بما ان روبين مش هدفها استرجاع السلاح فالمخططات دي ملهاش لازمه. وبيرفع فرانك المخططات وبيحرقها قدام عيون اسبندام وعملاء السي بي 9 اللي قضوا الخمس سنين فاتت في محاوله ارجاع المخططات دي. بتكلم كوكر نامي في الحلزون وبتقول لها ان هي جايه في طريقها بالقطر، وبتطلب منهم انهم ينطوا من فوق سور المحكمه. بيمد لوفي ايده وبياخد الطاقم كله وبينط من فوق السور، وبيطير القطر من على الجسر وبيركبوا عليه الطاقم وفي طريقهم لاقتحام مقر السجن. الكتال هيبدا
مع عملاء السيفي نايت من اجل استعادة روبين. وها نحن في انتظار الجزء الثاني من سجن الانيس لوبي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش الاشتراك واللايك، وانكم تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والسلام.